أنا الطيب الكرامتي، عمري 52 سنة، يوم الواقعة 28، كنت قدام داري، في داري قريبة المقر الولاية، ما تبعدش ياسر، قرابة 150 متر و 200 ماكسيموم. وكانت الأحداث الكل بريس قدام داري، اللي هارب والواحد والشرطة اللي تحاوز، والواحد يضرب يضرب بالسلاح، اللي يضرب بالقنابل المسيلة للدموع. كانت مناظر من الفزع، والواحد اللي مرعبة جدا فعلا. حتى المنزل متاعي كان مستهدف للضرب بالقنابل المسيلة للدموع، اللي الواحد ما ينجمش يقعد لحظة في دار. في الاثنين قاعد البر، ثم ناس جاية تجري هاربين، والشرطة تحاوز فيها. أنا قدام داري بالضبط، ما عنديش واحد، مشوا الناس بدالك الشرطة تقرب، ثم خزنة متاع ماء جاية مقابلة داري، تبعد على داري يمكن 15 متر وحاجة، جاء وراهم بعد بدا يقدم. وقتي أنا ريتو دخلت درت داخل الداري، طلعت ثلاثة درجات في الدروج وضربني، كي تحت في الدروج، حتى عندي أثار متاع عنف في ساقيهم وقدام، أثار الرش كله في الشيرة الخلفية من اللوطة. أكد ثلاثة درجات كانت الضربة تجيني لفوق، وقتي طلعت ثلاثة درجات جتني اللوطة، الضربة كله جا في الساقية زوز من تالي. في وقتها ثم ألم كبير ياسر، ثم شعور ما نجمش حتى إلى الآن باش نوصفه، صعيب ياسر باش نجم نوصفه، فهمتني؟ في اللحظة ذيك ما عرفش كيفاش أنا دزيت الباب ساقي زد سكرته، قلت يدخلوش علي ولا حاجة، قعدت نطيش في الدروج، مشوا ثم اللي من بعيد اللي هاربين يشوفوا كيفاش تضربت، جايين يدقوا عليا، حسيت أنا ما فزيت وحليت الباب وخرجت لهم. ما نعرفش روحي كيفاش بالحق، الحرارة وجيعة، دم يجري، جيت من اللوطة وما نجمش حتى الإنسان كيفاش. لحظات جيت كهربة الحماية ما عرفش كنت طلبها، هزوني الحماية للسبيطار، استقبلوني غاديك وقع التصوير متاعي. عندي كمية مرش ما تتجاوز نجم نقول كمية الكعب، ما نجموش ينحوها، ثم عملوا محاولات اللي غارقين. أول حاجة المسافة بيني وبين اللي ضربني قريبة ياسر، 10-12 متر هكاك، معناها قريبة المسافة. اللي جات الكمية متاع الرش الكل جات في يعني. فهمتني؟ ثم جمعية بعدها جت جمعية تكفلت، جابوا جاء فيها الدكتور دينجزلي ضاي من سوسة، يخدم أستاذ جامعي، وعدى لي حاول باش ينحي، ما نجمش قال لي ننصحك متخلي حتى بشر ينحي لك، ولا بس راك مهدد باش تتشل، خاطر العصاب الرشة ذاك مسر عصاب وعروق، تقع لك الواحد ولا العصاب اللي كان يضرر وما عادش تمشي لل بون هذاي بروفيسور، معناها ما عندكش باش تمشي. حتى اتصلت به قداش المره، قال لي ما ثمش حتى دواء اللي يسكن، لانه الوجيعه تحرق التو، تحرق في حمام في اي حاجه، ما تتصوروش معناها الم اللي انا كنت نتذكره بالحق، حاجه شيء رهيب. بعد المده ذيك فبقولنا باش نمشوا للاتحاد، مشينا للاتحاد الشغل، هزينا البحث، خذينا شهادة طبية أولية، هزينا قبلناها، قالوا تعطونا الأصل. وأنا في البريود ديمت مغادوة عندي مصور صاحبي، مشيت له صورني، معناها عندي تصور واحد معناها موجودة لهنا، الأثار والواحد والكمية متاع الرش اللي مسلط عليا بصفة غريبة ياسر. بغاها قبلتنا كل الواحد تونا بعثوا لكم، مشينا قعدنا واحد او ثم واحد ثم طب راتي استغفر الله العظيم، محامين تعهدوا باش ياخذوا القضيه هذه وتونا دولكم فرد باه، كل مره نمشي تونا دولكم. الاخر مره قالوا راه باش يعرضوكم باش تمشوا تعملوا تدلوا بالابحاث نتاعكم في المنطقه نتاع الحرس. بامشي ثم شكون نعرف غادي، قال يزمك تجيب الشهاده الطبيه يعني الاصليه، انا ناخذ منها فوتوكوبي. رجعت للاتحاد، اعطيني، قال لي ما عنيش، ضاعت.
انت قدمت لنا، قلت له قدمنا لكم الكل، قدمنا لكم من نهار اللي جينا قدمنا لكم شيء طبيعي طلبتوا الاصليه اعطيناها لكم ما دام انتم سلطه في البلاد اعطيناها لكم. مش قالوا تمشي تعاودوا تعملوا شيء اخر. كيفاش مشينا للسبيطار قال لك لا تمشي للمحكمه تاخذ اذن من عند رئيس المحكمه يعطيك. مشينا للمحكمه عطانا اذن واحد مشيت. قال لك رجعت للسبيطار طبيب المشرف ثم الاعلام قال لي راهو ما عادش راهو قالوا لنا ما عادش تعطوا حتى شهاده او عندنا طلبوا منا باش نحينوا لهم قائمه اسميه بالتواريخ حسب كل واحد اللي جاء اللي مقيد في الريجيستر بتاع القسم الاستعجالي. مشيت قلت لهم حاسب هزيت النسخه اللي عندي وحاولت مشيت لمنطقه الامن قالوا راه وقفنا ما عدناش نعملوا في الابحاث خذوك عبيت من الاول نهار الاول نهار الثاني خاطر الناس برشا قالوا ما نجموش ناخذوهم الكل يلزموا ياخذوا كل يوم مثل 40 50 30 حسب الاستطاعه نتاعهم شي نجموا يبحثوا. قالوا راه وقفنا ما عدناش طلبوا منا باش ما عدناش ناخذوا اقوال حتى واحد. شكون الفريق مشينا للمكتب الاستاذ بن موسى اللي هو الفريق ترميكا واللي هو متاع مشينا تونا بعثوا لكم تونا الى حد الساعه ما بعث لنا حد وما واحد نمشي للاتحاد اسمك هو موجود ها هو في القائمه شفتها ثم عاملين تابلو رقم 91 هذا مسجل في الاتحاد الى حد الان ما عملوا لنا حتى شيء لا بعثوا لنا لا حتى شيء ياخذوا اقوالنا. هذه اول مره انا ندلي به الاقوال نتاعي على الملا قدام الناس الكل اول مره. احنا اولاد سليم ماناش طالبين وماناش نتاع مشاكل وماناش واحد المصارحه طالبين المصارحه لكن اعطينا شكون المتسبب شكون اللي ضرنا نطلبوا المساءلة ونطلبوا التعويضات أنا البدنية واللي حصلت لنا لأن في ديما في ذكرى الرش في سليانة يجي شكون من أي أحزاب من مسلط إيه حتى نشوفوكم وضعيتكم ما ثم حتى شيء يجي العام الآخر نفس الشيء تو أنتم من 2012 تو 5 سنين هاي الذكرى جت متاع الرش ما ثم حتى شيء لا حكومة استدعتنا ردت لنا اعتبارنا ولا حتى هونت علينا وإلا طبطب عليه الواحد ثم حكاية بلاش نحكيها طفل صغير بوه داخل عرض له دزه طاح طفل بدا يبكي جا في التركينة وقعد يشهق قعدك الطفل يشهق بوك عاد وقت بعد خسر الولد قاعد يجي مشى قال له يجي الطفل مشى له يجري لهنا هذه رساله في حد ذاتها كون اخسر البو يظلم والولد يسامح. احنا مانيش ضد التسامح وضد رد الواحد مع رد الاعتبار وعلى المسائل شنو الضحيه اهالي سليانة ديما ضحيه من عهد البرجيبي من عهد الواحد التو عهد الزين التو من البلدان المنسية تكاد تكون معدومة. مانيش باش نحكي ثم حوايج طرائف على الملأ في التلفزة وقت رئاسة الحكومة مانيش باش نذكر أسماء ومانيش باش نذكر الناس كل تعرفها وتستشهد بها التو. احنا لهنا شنو انا واحد مانيش باش نتسائل نتسائل على مصيري شنو انا عمال حالتي تزيد تتعقد ما عادش نجم نمشي. مرة فاتت أنا نمشي واحد كلمني متالي تلفت له نحالي مريت من نحالي مريتي وهرب بيجي سرق هيل ما نجمتش نجري في جرت ما لقيتش تاقي ما لقيتيش بديت والله صدقوني نبكي مانيش على مريات نبكي الصحة اللي خانتني تاقي اللي ضربت هذه وخسرتها أنا ما لقيتيش وقت الحاجته بها صحة الإنسان وقت الحاجته بها ما لقيتيش وقتيش إذا كان احنا دولتنا هذه وما تردناش اعتبارنا وما تعتذرش لينا شكون باش يعتذر لينا؟ ما جزء منا واحنا جزء من الشعب هذا وجزء من الحكومة
والحكومة احنا اللي انتخبناها واحنا اللي نصبناها واحنا اللي نساندوا فيها. لهنا نتسائل هنا على مصيري. الأدراء أنا الرش اللي لتو فوق 100 كعبة في بدني شفتوها في التصاور وفي البحث، شنو هو مصيري؟ شنو الأضرار اللي نجم تظهرها بي؟ المادة اللي يسيبها الرصاص هذاك شنو؟ مشيت حتى سألت حتى للواحد ثمش دي لابوراتوار سبيسيفيك يعملوا التحاليل للبحث. طبيب مشكور يرحم والديه قال له يزم ناخذوا لك نعملوا الكنسيزيون نحو كعبة ومن طول نعملوا بيوبسي ناخذوا طرف من اللحم وباش يتحلل أكل الكعبة هذيك منيش متكونة وأكل اللحم اللي داير بها ثمش ضرر ثمش إفرازات قاعدة تسيب في هذيك باش نجموا نقيموا ضرر. هنا في تونس ممكن مش ممكن شكون باش يداويني يعني. شكون باش يعالجني؟ الواحد إمكانياته محدودة الناس كلها تعرف. لهنا نتسائل هل الحكومة هي مستعدة باش تعالجنا وباش تداوينا وباش توفر لنا سبل الراحة والواحد حتى كي يرقد يرقد مرتاح؟ ما رقدش مرتاح، احنا نرقد نحك. انا كان وريكم سقايه تو تجري بالدم الحكيم اللي يشوفني نحك نقول لك هذا مسخ حشيكم ولا اجرب ولا به حاجه وهو ماك الحراره من داخل تو تاكل. لهنا ماناش ضد المصالحه وماناش ضد اي حاجه، فهمني؟ الطلب اللي نطلبوه هو الحكومه هذه قد ترد لنا اعتبارنا، تقدم لنا الاعتذار نتاعها وترد لنا شرفنا وكرامتنا واعتبارنا وتعوض الأضرار اللي حصلت لكل المتضرر. مانيش نحكي على روحي شخصيا، فهمني؟ بالشيء اللي يرد له كرامته ويرد له هيبته، اللي فقد عينه واللي فقد من عرشنا واللي فقد كلها حوايج إيريفرسيبل ما تتعوضش.